الآن وبعد الحديث الطويل والمتكاثر طوال السنوات الماضية حول الشاعر الفلسطيني محمود درويش سيرة وشعرا، نتساءل هل بقي من شيء يقال عن حياته وتجربته الشعرية، وهل ما زال قصيد محمود درويش قابلا للدراسة والتحليل والكشف عن مستبطناته؟ بلى، ما زال الكثير مما يقال عن شاعر بحجم محمود درويش وعن شعره الذي اتصف بالفذاذة والخارقية. الليلة مشاهدينا وفي مرايا الكتب نتحدث عن الشاعر محمود درويش وشعره بصحبة الدكتور الروائي الأديب حسن حميد. أسعد الله أوقاتك دكتور. يا مرحبا أستاذة لينا. يا مرحبا. إذن اسمح لنا أن نفتح هذا الباب في هذه الحلقة لنتحدث فيها عن الأديب الكبير محمود درويش، لكن بعد أن نتوقف مع فاصل قصير. مرحبا بك من جديد الأديب الروائي الدكتور حسن حميد في هذه الحلقة من مرايا الكتب. نتحدث في هذه الحلقة عن الأديب الروائي الشاعر محمود درويش. يعني لا يستطيع الإنسان أن يحيط بهذا الكائن في حلقة واحدة، لكن نريد أن نقف على أهم محطات حياة محمود درويش. من أين تريد أن نبدأ؟ هل من الطفولة؟ بداية تحية لك أستاذة لينا ولكل من يتابع هذه المحطة العزيزة. يعني أنا يعني لأعترف مباشرة يعني حديث عن شاعر كبير بحجم محمود درويش هو يجعل المهابة تجاه هذا الرجل أيضا تتكاثر وتكبر بشكل غير عادي. كثرة من النقاد الكبار عند العرب وعند الأجانب عندما يتحدثون الأسماء الكبيرة وأصحاب التجارب الضافية يعني يتهيبون كثيرا، لأنه تجربة الأديب الكبير والشاعر الكبير مثل محمود درويش هي تشبه مغامرة لمعرفة مدينة أو لمعرفة غابة. لا يدري المرء من أين يدخل وكيف يخرج، هو في حالة خدر جمالي في كل ما يقرأ في كل ما يشاهد. ولذلك يعني نحاول في هذه الدقائق القادمة من هذه الحلقة التي يعني للأسف أحس منذ البداية بأنها ستنتهي بشكل مبكر، يشعر المرء بأنه يعني على جمال، وجمال يعني مضاف إلى جمال آخر. ولذلك الحديث عن محمود درويش حديث صعب، ولكن لابد منذ البداية أن نقسم الأمور من أجل أن يعني نتروى في الحديث عنه قليلا. نأخذ الجانب، خلينا نأخذ شوية من السيرة الذاتية ثم نتحدث عن هذه السيرة وما فعلته من أجل أن يكتب نصه الشعري. بداية محمود درويش هو شاعر فلسطيني، هو من الشعراء الذين هجروا أو هجرت أسرهم في عام 1948 بعد هذا الحادث الأليم الذي حدث لأبناء الشعب الفلسطيني في عام 1948 بمعاونة كل الطغاة، بمعاونة كل الأعداء، بمعاونة كل الظروف القبيحة تجاه هذا الشعب. فكانت هذه المأساة الكبيرة أن يقتلع الشعب من أرضه، من تاريخه، من سيادته، من أمنه، من بيوته الأعشاش إلى الأماكن الأخرى. صحيح أن هذه الأماكن المحيطة هي بلاد عربية، ولكن يعني تبقى الغصات أو الغصات كثيرة في نفس الإنسان، في لهوات الناس، وهم يتحدثون عن الماضي الجميل أو الزمن الجميل الذي عاشوه في تلك البلاد الفلسطينية. يتحدثون عن الأجداد، يتحدثون عن الأراضي، يتحدثون عن عملية يعني الثبات الوطني التي كانت تجاه بيع الأرض، تجاه الإغراءات الكثيرة التي
ولذلك يعني على السريع أنا أقول يعني واحد هو من يعني أسرته كانت من الأسر التي هجرت قسرا من قرية صغيرة اسمها البروة، هم يعني على مقربة في مكان متوسط ما بين عكا وما بين حيفا، وخرجوا في البداية إلى يعني إلى البلاد لبنان. العربية إلى خرجوا إلى لبنان وعاش فترة قصيرة جدا هناك. هو من أسرة يعني أعدادها أيضا كبيرة، وعاشوا وقت قصير أثناء الهدنة في عام 1949 عادت الأسرة مع أسر أخرى أيضا تسللت وعادت إلى فلسطين، وعندما عادوا هو من قرية هذه البروة كما قلت وجدوا القرية كلها مهدمة. هو من مواليد 1941 فعاش حوالي 7 سنوات يعني في سن المدرسة الابتدائية، كان في السنة الأولى من المدرسة الابتدائية، ولكنه عندما سيعود الآن سيخضع لكل هذه المناهج التدريسية، سيدرس أعلام اليهود، سيدرس النصوص العبرية، سيدرس اللغة العبرية، سيدرس أشياء كثيرة مختلفة تماما بعيدة عن التاريخ العربي، بعيدة عن المعاني الضليلة لاسم فلسطين، بعيدة عن كل هذه الأحلام. ولن يأخذ في هذه يعني الفترة سوى الشهادة الثانوية اللي بيسموها داخل فلسطين بالتوجيهي، هذه الشهادة اللي عندنا نحن بنسميها الشهادة الثانوية أو البكالوريا كما هو شائع. هل في هذه الفترة كان هناك أحد من العائلة يتبنى هذه الثقافة العربية لمحمود درويش؟ يعني هنا لنبرز دور الأسرة الفلسطينية صح. في مقاومة الثقافة العربية صح. التي كانت مفروضة في تلك الفترة. أستاذة لينا، الآن المدرسة الحقيقية هي في البيوت وما زالت حتى هذه الساعة في البيت، يعني انت في المدرسه اللي مفروض فيها الاستاذ واللي مفروض فيها المنهاج والمفروض فيها حصص الدراسه وما هي المواد التي تدرس، انت لا تستطيعين ان تشبعين نهمك حول التاريخ العربي، حول الاعلام العرب، حول الجغرافيا العربيه، حول معاني الوطن، حول اللغه العربيه، حول قواعد البيان، البلاغه الى اخر ما هنالك، او تدرسين الشعراء العرب او الساردين العرب، يعني هذا كلياته لا يوجد في المدرسه. المدرسة الحقيقية للطالب العربي وحتى هذه الساعة ولا أدري إلى متى يعني هي موجودة في داخل البيت، الطالب يعني الفلسطيني ضمن الأرض المحتلة أبدا، يعني داخل البيوت، يعني التربية الوطنية هي داخل البيت، التربية التاريخية على تاريخنا النهار داخل البيت، التربية اللي لها علاقة باللغة هي داخل البيت، التربية اللي هي أنه ترجع الواحد يشوف تراثه وما هو داخل البيت، معرفة الأعلام داخل البيت، تشوفات المستقبل هي داخل البيت. المدرسة هي أشبه بأنه أنت تدرسين هذه المواد من أجل أن تأخذين العلامة، من أجل أن تنجحي تحصل على هذه الشهادة، ويجتاز الطالب من صف إلى صف، يعني يجتاز بوابات أو عتبات هذه الصفوف من عتبة إلى عتبة أخرى. على أي حال محمود درويش هو وهو في على مقاعد الدرس كان يكتب الشعر، وهذا كان يعني من عمر صغير جدا المعروفة. يكتب الشعر كان في الثانوية وهو يكتب الشعر، ولكن البروز يعني اللي أنه هو شاعر أصبح شاعر المدرسة وهو في الثانوية، لكن ربما هو بدأ في الكتابات، يعني محمود درويش لا يصرح، يقول أنا كنت طوال حياتي وانا اقرزم احفظ واقرزم اكتب القصائد، اكتب بيت بيتين هذا واريها، لانه عنده يعني اخوه اكبر منه وعنده اخوه اصغر منه، فهو يعني كان رايح في هذا الاتجاه لكي يكتب لكي يؤلف، وكان صاحب خيال وكان صاحب عزله داخل الاسره، يعني هذا ما يتحدث عنه يعني اهل البيت. ويعني انا كان لي محظوظيه بانني قابلت يعني الاخ الاصغر من محمود بحوالي سنتين، يعني محمود ب 1941 المواليد او الولاده، وزكي درويش اللي هو اخوه في عام 1943، يعني بيناتهم في سنتين، لكن في قبلهم احمد ايضا اللي هو اكبر حوالي بسنتين كمان، وفي خوات للاخوه هذول الثلاثه. وزكي هو سارد فلسطيني مهم جدا يكتب القصه القصيره بشكل جميل جدا، وهو من عائله، وهذا يعني سنتطرق اليه لانه هذه العائله عائله مثقفه جدا، والحرص اكبر عندما يكون في تهديد للاسره، تهديد لبعدها الاجتماعي، لبعدها الوطني، لبعدها القومي، لبعدها الاسلامي، لبعدها العقائدي، كل هاي وبعدها التاريخي ايضا، فلذلك تصبح هناك تحديات اكثر داخل هذه الاسره من اجل هذا. فمحمود درويش كان هو صاحب عزله، صاحب هدوء، ولكن له نرفزات غير عاديه داخل البيت، احيانا لما حينما يعني لا تعجبه سلوكيه معينه او لا يعجبه تصرف ما، او كانت غضبته يعني شديده داخل البيت، وكان يعني شبه المدلل، صحيح لم يكن هو الأصغر. يعني الابن الأصغر، ولكن هو كان في داخله، لأنه كان عنده سلوك لطيف رهيف، عندما يغضب يغضب لأنه لازم يغضب، يعني يغضب على حق كما يقول الإمام علي كرم الله وجهه، يعني لما يكون الحالة بتاعه غضب لابد لك من لابد من الغضب يعني. دكتور، هل تأثر بتلك الفترة بما أنه كتب الشعر صغيرا في أعمار صغيرة كما ذكرت، كان شاعر المدرسة، بمن تأثر في تلك الفترة؟ أشوف هذا نتيجة البيت، يعني الوالد أول شيء هو من المثقفين، الأخ الأكبر هو واحد يعني من المثقفين، هذا الشيء المهم الذي هو يسري
أمام البيوت مثل النعاس، أو من بيت إلى بيت يسري مثل النعاس أو مثل الخدر، أو يسري مثل النور أو الضوء عندما يطلع بيروح من بيت لبيت، هو عملية استعارة الكتب، أخذ الكتب. وكان هو يعني قيد له أن يكون مع مجموعة من الأدباء والكتاب الذين سيتعرف عليهم من خلال جريدة اسمها الاتحاد. وهناك جريدة أخرى أو مجلة أخرى اسمها الجديد أيضا، ويعني عدة مجلات الآن سنراها تنطق بالعربية. وهو دخل في اتجاه له علاقة بالنقاش والحوار، اللي هو العلاقة له علاقة بالحزب الشيوعي العربي في داخل الكيان الصهيوني هناك، وكان مفطورا على المناقشات والحديث والجدل وعملية مناقشة الأفكار لجلوها ولبيان النورانية التي فيها. ويعني هو تدرب في هذا المكان، ثم أنه انتقل إلى حيز مكاني آخر أوسع من الصف، خلينا نسميه في المدرسة، أو أوسع من باحث الصف وأوسع من دائرة البيت أيضا، وهو أنه كان يشارك في المظاهرات أو التظاهرات الفلسطينية التي كانت يعني في أيام يوم النكبة مثلا 15 أيار 1948، وعد بالفور بوقته، والأشياء الكثيرة يعني المناسبات الفلسطينية، أو مثلا الشهداء الثلاثة الذين محمد جمجوم وعطى الزير. إذا كان نشطاً سياسياً من عمر صغير جداً. وهو كان منذ البدايات بسبب موهبته وبسبب قوله للشعر، كان يعني كل الجيل الذين رافقهم كلهم كانوا أكبر منه سناً. يعني تصوري بأنه يعني كان هو يعني ذراعه بذراع أميل حبيبي، وأميل حبيبي يعني بينه وبينه سنوات، يعني حوالي 20 سنة تقريبا في العمر، وكان يأخذه لأنهم كانوا يفتخرون به ويفتخرون بهذا النص القوي الذي يقوله محمود درويش، وهذه الروح الوطنية العالية، وهذه يعني حالة الإلقاء الغير عادية التي يقدم فيها محمود درويش نصه. أنت تقرأين نص محمود درويش لكن يعني تشعرين بهذه الجمالية، ويشعر الواحد بدوخة فنية أو أدبية ولكن أو جمالية. عندما أخرى نسمعه بصوت لكن عندما محمود تسمعينه درويش. لمحمود درويش حتى لو كان غايبة يعني الصورة، حتى لو كانت تشعرين بأن هذا شاعر يحترم نصه، وهذا شاعر يحترم الآخر، يعرف اللغة بشكل جمالي. وأنا أود أن أشير إلى ملاحظة سريعة جدا، أن محمود درويش لم يعني يوفي علومه كما يقال، لم يذهب إلى الجامعة ليدرس، صحيح ذهب إلى الجامعة لكن لم يأخذ شهادتها، ولكن كل هذه الثقافة هي يعني واقفة عند حد الشهادة الثانوية. يعني واحد عمره 18 سنة أوقف هذه الثقافة، ويمتلك ناصية اللغة بشكل كبير جدا، ويمتلك ناصية اللغة ويمتلك ناصية الشعر، وما الذي يريد أن يقوله النص الشعري، وما هي يعني المؤيدات للنص الشعري، وما هي الثقافة التي تدعم النص الشعري، وكيف يقال وكيف يبدأ وكيف يمضي من عتبة إلى عتبة، يعني الخط البياني داخل القصيدة، وكيف يتخلص من 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 عيوب الشعر وإلى آخره. كل هذه الثقافة تعلمها محمود درويش من قراءاته، من ثقافته، ظل يقرأ حتى آخر لحظة من لحظات حياته، كان يشتغل على يعني تثقيف نفسه بنفسه، كلما سمع بكتاب مهم وأينما كان هذا الكتاب هنا أو هناك في القديم من التراث العربي أو من الترجمات الحديثة، أو كلما يعني قرأ كل ذلك، ثم أنه يعني عندما شعر بهذه الموهبة الكبيرة وهذه المسؤولية الواقعة عليه عندما خرج من فلسطين، بأنه أصبح يعني الناس يتحدثون عنها أمسا بأنه هو شاعر القضية الفلسطينية أو شاعر الشعب الفلسطيني، أحس بثقل المسؤولية الكبيرة على كتفيه، ولذلك هو بدأ يعني يقرأ. وعلى المرء يعني في هذه السن الصغيرة عليه أن يعني يبصر عيانا هذه الحيرة الكبيرة التي عاشها محمود درويش. هم يقولون بأنه هو شاعر فلسطين، وهو لم يقرأ التراث العربي حتى على مقاعد الدراسة أيام الثانوية أو الإعدادية، لم يقرأ بشكل جيد، ولذلك عليه أن يذهب ليعرف تراثه، ليعرف الأدب الشعبي، ليعرف البلاغة، ليعرف القصيدة قصائد المعلقات، ليعرف تجارب كثيرة من الشعراء، ثم ليعرف ما الذي يعني يجعلنا نميز مثلا المتنبي من شاعر مثل البحتري، أو نميز شاعر مثل البحتري من شاعر مثل ابن الرومي وهكذا. فهذه كليات هذه يعني مشغولية أو شواغل ذات الشاعر من أجل أن يعرف هذا. ثم أنه الآن خرج ويريد أن يعني يتحدث أو يمسك أو يمشي في درب الحداثة، ولذلك هو الآن سينظر إلى هؤلاء الشعراء. هو سواء شعر الحداثة الأول يعني في هو شعر ولذلك الفلسطينية. ولذلك رأينا هذا النص اللي عنده يكتسي بأمور كثيرة، أو بأنه هو غناه أكثر من الغنى المعروف في النصوص الأخرى، لأنه نص ثقيل في وزنه، لأنه يأتي من هذه الرجاحة وهذا الثقل المعرفي والثقل الفني الموجود فيه.
التراث، ومن ثم هذا الثقل الحداثوي أو الأخذ بهذه التجارب الحداثوية التي اشتغل عليها الشعراء في زمنه. يعني بتحسي أنت في كثير من الأحيان يقول بأن هذا الزمن كان بحاجة لإسم فلان، يعني تقولين مثلا هذا الزمن كان بحاجة للمتنبي. نحن شعرنا بأنه هذا الزمن الفلسطيني، كل هذه الروح للوطنية من هذا النشور للفدائي، من هذا النشور للقضية الفلسطينية، من هذه يعني السطوح الساطعة لهذه العدالة المطلوبة للشعب الفلسطيني، كنا بحاجة إلى شاعر يكون بهذه القيمة، بهذا الحجم، بهذه الأهمية، بهذه الموهبة الثقيلة جدا أو العظيمة. سجل أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 وتاسعهم سيأتي بعد الصيف فهل تغضب؟ بماذا تميز شعره أو قصيدة محمود درويش بماذا تميزت؟ هل تميزت بالرمزية في نواحي معينة؟ هل تميزت بالصور الشعرية الموجودة؟ دعنا نتحدث عن ميزات قصيدة محمود درويش على اختلاف المراحل. النقاد يعني صنفوا مراحل حياة أو قصيدة محمود درويش إلى عدة مراحل وإلى عدة تقسيمات، لكن السمة العامة ما هي؟ أولا السمة العامة بأنه شاعر فذ بالمطلق، وهذا يعني توصيف استباقي لهذه التجربة لأنه لا يخالفني عليه أحد، لأن الكثير من الناس يحفظون أشعار محمود درويش وتابعوه في الخط البياني اللي له علاقة في سيرته. الشيء المهم هو علينا أن نحن من أجل الدراسة أو من أجل بيان الأمور لنرى هذا التطور الكبير والعالي الذي اشتغل عليه محمود درويش على نصه على الأقل وعلى ثقافته وعلى حضوره أيضا وعلى سلوكيته هو أيضا. يعني لا يوجد كبير فرق ما بين سلوكية محمود درويش والنص، ما بين المكانة التي شغلها محمود درويش كشخص وعلاقاته مع الآخرين والنص الذي كتبه محمود درويش وعلاقته مع القصائد الأخرى، وأقصد بالقصائد الأخرى التي يعني تقارب نص محمود درويش في المكانة وفي الجمالية. في شيء أساسي أستاذة لينا هو أن القصيدة العربية يعني مضت في تطورات متعددة، أهم تطور يعني حظيت به القصيدة العربية هو هذا التطور الذي كان في عهد دولة الاستقلال بعد خروج المحتل، يعني أهل الانتداب من بلادنا، الإنجليزي من العراق والفرنسي من الشام والإنجليزي من مصر إلى آخر ما هنالك. الآن بدأت هي حالة الحداثة بسبب أسبابها كثيرة من أجل أن تتحدث القصيدة العربية، أسباب كثيرة منها الترجمات ومنها هذه القراءات ومنها هذه الثقافة النقدية التي تكونت ومنها هذه الثقافة الأسطورية والميثولوجية إلى آخر ما هنالك. القصيدة العربية كانت معروفة منذ يعني 1000 سنة، يعني معروفة بأنه هي لها أغراض معينة، 4-5 أبيات نتحدث فيها عن المكان، 4-5 أبيات نتحدث عن القصيدة العمودية الفخر. دكتور أقصد يعني الشكل الآن، بس أنا أقصد الآن على أغراض القصيدة، يعني على موضوع القصيدة. القصيدة أحيانا كانت هي متوجهة مثلا لرثاء شخص معين، يعني واحد مهم في البلاد أو في القبيلة أو في المكانة، هذا الرثاء موجه له، ولكن قبل أن يعني قبل أن يتحدث الشاعر عن رثاء الشخص الذي هو على رأسه أو الذي هو يقوم بهذه المناسبة من أجل الحديث عنه، كان هناك عدة أغراض، منها الفخر بقومه، منها الفخر بالمكان أو تذكر المكان، أو 4-5 أبيات يكتب للحبيبة للعشيقة، أو أنه إذا كان في خصومة مع صديق معين يقول له ببيت أو بيتين، نوع من الحكمة في عملية الصداقة وعملية الحفاظ على الصداقة. ثم سيذهب إلى موضوعه الأساسي اللي 10-15 بيت 20 بيت ربما يكون في تعداد مناقب وصفات هذا الرجل الذي مات من أجل أن تكون القصيدة في الرثاء، هكذا في الهجاء وهكذا في المديح وهكذا في كل أشياء. فكانت الأغراض محدودة، وهذا كان يجعل القصيدة العربية تدور في فلك واحد، دائرة يعني معروفة أو مخترمة خلينا نسميها، أو أنه مدركة. الآن تأتي القصيدة الآن، وخصوصا القصيدة التي كتبها السياب وكتبتها نازك الملائكة وكتبها الشعراء الآخرون الذين طوروا مثل بلند الحيدري، وأنا يعني أعدد الآن شعراء من العراق مثل نزار قباني الآن، مثل بدوي الجبل، مثل عمر أبو ريشة في سوريا هنا، مثل أدونيس، أسماء كثيرة. ثم سنذهب إلى مصر سنجد صلاح بن الصبور، أحمد المعطي الحجازي، أمل دنقل، أسماء كثيرة، وسنجد أسماء أخرى مثل محي الدين فارس في السودان، وأسماء كثيرة هنا في الجزيرة العربية أو في المغرب العربي. كل هذه الحداثة كانت لأسباب كثيرة، أولاً توق الشاعر ليكون يعني واحد من أهل الحداثة، لا يكون أنه يمشي في دروب الآخرين أو لا يتقفى دروب الآخرين، ويريد أيضا أن يكون هذا النص، لأنه في ناقد صار مهم الآن، في أكثر من عين باصرة لهذا النص أو عين رائية لهذا النص، عم يشوفوا للنص هذا ويقدموا يتحدثون عنه، وهذا كان مهم لأنه الصحف لعبت دورا كبيرا في عملية تثمير النص الشعري خلينا نسميه أو النص الأدبي بشكل عام، ومن ثم النقاد عملوا على هذه المضايفات الكثيرة، إشارة إلى فلان وليس إشارة إلى فلان آخر، ثم بأن الصحف والمجلات كلها
اشتغلت على هذا، ثم القراء، ثم مناهج الدراسة. محمود درويش تصوري وهو ابن العشرينات يدخل إلى مناهج التدريس في البلاد العربية وخصوصا هنا في سوريا، يعني في عام في السبعينيات، في أوائل السبعينيات، يعني في أول ثلاث سنوات ستقرأين نصوصا شعرية يدرسها طلاب البكالوريا أو طلاب الشهادة الثانوية هنا في سوريا من شعر المقاومة له ولتوفيق زياد ولسالم جبران ولراشد حسين والأسماء الكثيرة التي نعرفها وعبد الكريم الكرمي. وهو لم يكن إلا يعني نتحدث على 72 71 73 نتحدث في الثلث الأخير من القرن العشرين، ومحمود درويش ابن 1941 مواليده، عندما نصل إلى الأربعينات هو لسه يعني يدوب عم يوصل إلى ابن 30 سنة وقصيدته تقرأ في المنهاج ويدرسونها للطلبة ويحفظونها، ثم ستذهب هذه القصائد إلى البيوت ثم ستقدم فيها امتحانات. كل هذا، هذه الموفورية وهذه الحظوة التي كانت لمحمود درويش ورفاقه من الشعراء، هي كانت حالة غنى وحالة جمال، وهذا ما شعر به الشاعر محمود درويش، شعر بهذه الأهمية وعليه أن يطور نفسه ويطور أدواته. هذا ما ميزه عن أبناء جيله ممن كتبوا حول القضية الفلسطينية أو حتى ممن كانوا موجودين في الأراضي المحتلة وكتبوا هذه القصائد أيضا. ميزه هو هذه جمالية النص. نعم، ما ذكرت عملية النص اللي فيه نوع الشعر كلياته هو مادة لها علاقة بالخيال، ولكن عندما يشتغل الشاعر أو الكاتب أو الأديب يشتغل على الخيال، هو يشتغل ما يسميه أهل النقد بالإيهام الواقعي. صح، وكلياته خيال اللي عم نقدم لك يعني حديث عن الشهيد هو كلياته خيال، ولكنه هذا الخيال يعود بارتداده أو بانحناء لأهمية الواقع، يعود بانحناء إلى هذا الواقع. عندما تتحدثين عن هذا الشهيد والزفرات الأخيرة لهذا الشهيد قد لا تكون هي في الواقع، يعني جاءته هذا الشهيد طلقة أخذته فهو لم يزفر ولم يتأوه ولم يتذكر الوالدة ولم إلى آخره، ولم تجري تسقط دمعة من عينه، ولكن الشاعر يأتي الآن ليحدثك عن كل هذا لأنه هو تقمص هذه الحالة، هذه الشعر، وثم هذا عملية الاحتضان للأرض والتراب وقبضة الأصابع اللي هي مشدودة على التراب، أو أنه الإسناد إلى عملية جذع شجرة، أو إلى أنه الرأس تدلى حول نبعة مي أو إلى ساقية، كل هذا يعني يكتبها. جمالية قصيدة محمود درويش بأنها نص أدبي جميل، يعني يصلح ليس فقط لأن يكون مغنات، وإنما يصلح لأن يكون نشيدا للناس اللي بيعرفهم بالشعر. الناس اللي ما بتعرف بالشعر بتحسي أنه خلق طبيعي موجود، مثل الشجرة كيف عم تطلع، شجرة مثل شجرة الغار لها هذا التكوين، وشجرة أخرى مثل شجرة الكينية لها هذا التكوين، ولكل منهما هذا الجمال الغير عادي. يعني لا تستطيعين أن تقولي بأن هذه الشجرة شجرة الحور أو الصفصاف، رغم الالتواءات الكثيرة فيها، وهي منحنية على جدول ماء أو منحنية على ساقية أو على نهر، لا تستطيعين أن تري فيها ميلانا ولا عيبا، مع أنه أنت بتشوفي مثلا شجرة الصروة كيف هي ممتدة، كل وحدة لها جمالها. ولذلك جمالية التجربة وجمالية القصيد الذي كتبه محمود درويش هو جمالية خاصة بمحمود درويش. والآن سنرى عندما ستتقدم السنوات لنصل يعني إلى سنوات اللي نحن عشناها مع محمود درويش هذا، سنجد بأن كل ما يصدر من شعر نقول يعني أول نظرة للناقد أو نظرة للقارئ أنه هل هو متأثر بمحمود درويش أو غير متأثر. يعني أنسن مفردات وأدخل مفردات داخل القصيدة العربية ما كان أحد يجرؤ عليها. يعني عندما تتحدثين عن الجسد الرخام مثلا، أو عن الجمال الرخامي أو الرخام الأزرق، أو يعني كلمات مفردات وما كان أحد يجرؤ بها، لأنه كانت هذه المفردات مثل الرخام أنه هو نوع من حالة موات بارد ولا جمالية فيه وسطحي وكل شيء فيه واضح. بيأتي شاعر مثل محمود درويش الآن هو يقدم لك الرخام، يبث فيه الحياة، يبث فيه الجمالية، فبتحسي أنت عندما يقول لك الكلام الرخام يعني بتحسي في شيء آخر، في مداورات أخرى، في جماليات أخرى. وهذا ما سنراه في قصائده عندما نستعين الآن بمخرجنا العزيز أخونا علي عندما يقدم لنا بعض المقاطع لمحمود درويش، لنرى هذا النبر، لنرى هذه الجمالية، لنرى هذه الصور الغير عادية والغير معهودة عند الآخر. هذا ما يميزه من قصائد الآخرين. ولكن عندما أتحدث أنا وإياك عن شاعر مثل أمل دوقل أو أحمد عبد المعطي حجازي أو شاكر السياب، أو نتحدث عن شعراء مثل نزار قباني أو بدوي الجبل أو عمر أبو ريشة، يعني أسماء كثيرة موجودة لدينا الآن أن نتحدث، لكل منهما خصوصية. ولكن الشيء المهم وهذا علينا أن ننتبه إليه في شعر محمود درويش وتجربته أيضا، بأن قبله كان من الشعراء الكبار من الفلسطينيين مثل إبراهيم طوقان، مثل عبد الكريم الكرمي، مثل حنة أبو حنة، أسماء كبيرة جدا، أكبر في التجربة وأكبر في الثقافة، وطموحهم
ايضا يعني كبير جدا، وكان هذول بامكانهم يعني واحد مثل عبد الكريم كرمي او سلمى مثلا، وبامكانه هو او ابراهيم طوقان كانوا بيسكروا الابواب الشعريه او بيسكروا البراري الشعريه امام شعراء كبار من رتبه احمد شوقي، من رتبه حافظ ابراهيم، ولدينا من يقرا مدونه ابراهيم طوقان، لدينا قصائد كثيره يعني يهجو فيها احمد شوقي ولا يهاب، ويهجو فيها حافظ ابراهيم ولا يهاب، وهو يقول لهم عندما يتحدث عن هذا الوطن الفلسطيني يقول لهم الناس تذبح، النساء ترملت، الاطفال قتلوا، النساء اغتصبت الى اخره، وانتم تتحدثون عن قصائد في مديح الامبراطور الياباني، او تتحدثون عن هذه الاختراعات الحديثه التي تخترعها اوروبا مثل الطياره تسموه الطائر الحديدي او الى اخره، وامامكم الان انتم تسمعون اكيد انات الامهات وهن يعني عم يشيعن الابناء، او الارامل وهن عم يشيعن الازواج الى اخر ما هنالك. ولذلك يعني محمود درويش عندما يريد ان يتقدم على ابراهيم طوقان ان عليه، انا كنت احس انه هو متزوج حتى الحريه، او هذا المعنى الجميل للحريه، ولكن كان عنده مواقف غير عاديه، يعني لم يكن هو لا متخاذلا ولا منحنيا ولا في اي شيء، حتى مع الاسرائيليين عندما اراد يروح يشوف امه يعني قبل ان يعني تتوفى عاد الى يعني فلسطين ليشوف يعني ليراها في رام الله، يعني لا هو راح لها على البيت لعند على حيفا يعني، فانه حس انه بده يعني انه شو انك والله تقدم طلب او انه بدك تاخذ رخصه او مدري شو، يعني الاخرون هم الذين فعلوا هاي علاقات بتتم، هذا حتى راح على البيت وراح شاف وراح يعني شيء تصور حتى يشوف امه، يعني انت لما الواحد بده يشوف امه بعد كل هاي الغربه من السبعينات طلع وما عاد رجع لحتى بده يشوفها، نحن في باوائل الألفين او اخر التسعينيات يعني بده يشوفها انت، الحدث هذا بالنسبه له احنا عاطفيا من هذا غير عادي، ومع ذلك لم ينحني بحاكيهم بالهاتف بيرسل لهم الرسائل يعني بطرق مختلفة هذا، لكن لك أن ترين هذه الأم اللي هي على الطرف الآخر من التليفون كم تبكي وهي عم تشوفه وتقول له أنا كأني خلفتك للتلفزيونات أنه مشان تقرأ شعرك بالتلفزيون، أو خلفتك للجرائد ولا المجلات، أو خلفتك للمنابر أنه مشان هذا، وهو كان يفتخرون به هذا كل أطوان، ولكن الأم غير شيء، يعني هي بدها إياه تضمه، وهي وين بيطلع التلفزيون عم تشوفه عم تضمه وعم تعانقه، بس هو اللي بدها تشوفه كانت هي متعشش هيك الريحه معششه في قلبه وفي صدره وفي عقله وايضا هي معششه عندها، ولذلك يعني كان لابد منه وما ذلك لم ينحني. لم اغير غير ايقاعي لاسمع صوت قلبي واضحا للملحميين النصور، ولي انا طوق الحمامه نجمه مهجوره فوق السطوح، والشارع متعرج يفضي إلى ميناء عكا ليس أكثر أو أقل، أريد أن ألقي تحيات الصباح علي حيث تركتني ولدا سعيدا، لم أكن ولدا سعيد الحظ يومئذ، ولكن المسافة مثل حدادين ممتازين تصنع من حديد تافه قمرا. أتعرفني؟ سألت الظل فوق السور، فانتبهت فتاة ترتدي نارا وقالت هل تكلمني؟ فقلت أكلم الشبح القرين، فتمتمت مجنون ليلى آخر يتفقد الأرض. هنا عند منحدرات التلال أمام الغروب وفوهة الوقت قرب بساتين مقطوعة الظل، نفعل ما يفعل السجناء وما يفعل العاطلون عن العمل، نربي الأمل. هنا بعد أشعار أيوب لم ننتظر أحداً، هنا لا أنا، هنا يتذكر آدم صلصاله. سيمتد هذا الحصار إلى أن نعلم أعداءنا نماذج من شعرنا الجاهلي. هنا عند مرتفعات الدخان على درج البيت نفعل ما يفعل الصاعدون إلى الله، ننسى الألم. الألم هو أن لا تنظف سيدة البيت حبل الغسيل صباحاً
وأن تكتفي بنظافة هذا العلم. تعرض للضغوط والتهديد بسبب قلمه؟ طبعاً محمود درويش، يعني عدم المؤاخذة، أنت بس إذا أخذت هاي الفترة عملية ماذا فعلت الكنيسة الإسرائيلية؟ نعم. ماذا فعلوا بوزارة الداخلية أو ماذا فعلوا بوزارة الثقافة عنديهم كإسرائيليين؟ ولم يثنه هذا الموضوع يعني أبداً عن الكتابة بموضوعية وبجرأة كبيرة جداً دائماً في هو نصوصي. يعني اللي عم يشوفه هو كان هو في حالة فرح لأنه حس أنه هو كشاعر فلسطيني عم يؤثر، يعني عم يؤثر بهذا الجو، يعني عم يقول لهم ببساطة شديدة أنت إذا بتقرأي مثلاً زنابق بيض لجندي إسرائيلي أو تقرأي مثل الجدارية أو تقرأي في نوع أو العابرون في كلمات عابرة ستجدين قديش فاعلية هذا الشاعر مثل أشبه بمفاعل نووي كان بالنسبة لنا نحن للقضية الفلسطينية أو لطلاب الحرية خلينا نسميه أمام هذا التغول للظلموت الصهيوني الموجود، كيف أنه واجهه محمود درويش وهو يعني شفت كلياتنا بنشوفه بالصور واحد محيل مثل قلم الرصاص ورقيق مثل الهواء ولطيف واحيانا يعني ما بيحكي كثير ولما بيحكي بخجل له علاقه بخجل النبات خلينا نسميه، فكل هاي بتطلع منه هاي القصائد الغير عاديه. ثم شيء الاهم يعني خلينا واحنا عم نخلص هيك هذا استلم مسؤوليات كثيره لكنها لم تدير راسه، يعني لم تجعله يعني يتكبر على اخرين، انشا مجله مثل الكرمل اصبحت مجله العرب واصبح الناس ينتظرونها ويسالون الباعه ولديهم الباعة آلاف الصحف وآلاف المجلات ويسألون جاءت الكرمل لا ما إجت الكرمل، وعندما استلم شؤون فلسطينية وعندما اشتغل في مركز الأبحاث وعندما 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 حتى الاجتماعات اللجنة التنفيذية كانوا عندما يتحدثون في السياسة وهم يعرفون بأنهم يعرفون أكثر بخبايا السياسة، لم تعرف السياسة بتتم أحيانا ليست هي فقط كلمات وأخبار وتقارير استخباراتية ولكنها هي رؤية، ولذلك عندما كان في اللجنة التنفيذية كانوا ينتظرون ماذا سيقول محمود درويش عن هذا الموضوع عن هذه الحادثة عن هذا التاريخ عن كذا إلى آخره، فأنت بتحسي كان هو رجل شديد التأثير، ثم تأثيره الكبير في هذه المساحة من الشعر العربي. أنا أعتقد في زمننا الآن الحاضر هناك شاعران عربيان كبيران أثرا في هذه الأجيال الشعرية التي يعني طلعت علينا تترى منذ الستينيات أو آخر الستينيات حتى هذه الساعة، شاعران كبيران هما محمود درويش وأدونيس، لديهم الآن جامعات من المريدين، لديهم الآن براري محتشدة بالشعراء الذين كيفما كان واحد منهم بحس تأثيرات محمود درويش أو تأثيرات أدونيس هذا، وهذه مفخرة غير عادية لأنه شوفي كثير من الناس هم لا يحترمون أو لا يقدرون، وهذا يعني للأسف محزن، لا يقدرون النص الذي يكتبه الشاعر الفلسطيني أو الأديب الفلسطيني أو المؤرخ الفلسطيني أو المفكر الفلسطيني أو إلى آخره، لأنهم يقولون بأن هناك في نوع من يعني ثنائية الغير يعني غير حميدة، هو سيمتدح الفلسطينيين، أرض الفلسطينيين، تاريخ الفلسطينيين، جغرافية الفلسطينيين، دمعة الفلسطينيين، جروح الفلسطينيين سيمتدحها، وسيقوم هناك يعني بالويل سيكبر خلينا نسميه أو سينعى على اليهودي هذه التصرفات إلى آخره، فالنص بحسهم أن النص الفلسطيني هو مكشوف هذا لكن ليس صحيحا، أنت سترين نصوص جبرة إبراهيم جبرة، غسان كنفاني، محمود درويش، رشاد أبو شاور، يحيى يخلف، أحمد رفيق عوض، زكريا محمد، توفيق فياض، أسماء كثيرة، ستجدين بأن هذه النصوص ليست نصوصا مكشوفة إطلاقا وليست هي نصوص أيديولوجيا، الأيديولوجيا لا بد منها عندما تكون هناك رؤية، عندما تكون أنت صاحب حلم لا بد من أن تكون صاحب يعني رأي في النص الذي تكتبه، ولذلك هذه النصوص في مجملها عندما كتب محمود درويش وإلا يعني لأنه هي بعيدة عن هذه الأيديولوجيات أو بعيدة عن هذه الأشياء خلينا نسميها اللي واضحة واللي بتحسي غرضيتها واضحة، وإلا كيف سيؤثر في الشاعر الذي هو يعيش في المغرب، الشاعر العربي الذي يعيش في المهاجر، الشاعر العربي الموجود في الجزيرة العربية أو الشاعر العربي الموجود وترجم الشعر إلى الكثير من اللغات، ترجم شعر محمود درويش إلى الكثير من اللغات. أنا أقول بأن هو القضية الفلسطينية وسبب هذا العدو يعني الذي تغول علينا كثيرا يعني بذلك العدو الصهيوني وهذه يعني أيديه الأخطبوطية اللي واصلة لكثير من الأماكن ومنها نوبل ومنها الجوائز ومنها يعني الأماكن المجلات وحالات الترجمة أو دوائر الترجمة أو مؤسسات الترجمة كلها توقفت للأسف الشديد يعني عائقا في وجه قصيدة محمود درويش من أن تنتقل من اللغة العربية إلى لغات كثيرة، ومع ذلك كما تفضلتي ترجمت يعني ترجم قصيده إلى الكثير من اللغات، وعندما يعني أقيمت له أمسيات في البلدان الأوروبية الكثيرة سواء كانت في المقاهي أو كانت في الساحات العامة أو في الحدائق أو في يعني القاعات خلينا نسميها اللماعة المضاءة هناك، كنت ترين حشود من الناس الذين يأتون وهم لا يعرفون اللغة العربية.
يدون ليسمعوا هذه الموسيقى في هذا الصوت. هناك موسيقى، يسمعوا هذا الجمال، هذا الاحترام للغة، هذا الاحترام لهذا النص الذي يخرج، لا أحد يعرف من أين يخرج، لا هو من العقل ولا هو من الروح ولا هذا. فكل هذه الأمر الآن نحن بدأنا الآن بعد أن نفقد الأشياء، نحن كثير مننا نحن يعني أولاد أسر، عندما يفقد الواحد الأب يشعر بأهمية هذا الأب وعظمته عندما يبتعد، وعندما نفقد الوالدة نحس الآن بلمسات إيديها وهي عم تمشطنا، نشعر بأهمية الصحون اللي كانت تطقطق هيك وهي الصبحيات وهي عم تحط لنا الفطور، نشعر هيك المعلقة اللي عم تطقطق بقطرميز القزاز وهي عم تطلع لنا حبات الزيتون أو حبات اللبنة مشان ما تأذيهن وهي عم تطلع لنا، الآن نشعر بهذا الفقد. نحن الآن نشعر بفقد محمود درويش، نشعر بهذه القصيدة الجميلة التي لم تكتب بعد وما كان حدا قادر يكتبها غير محمود دعنا درويش. مع هذه الكلمات نختم هذه الحلقة دكتور، التحية الكبيرة لروح الشاعر الكبير العظيم محمود درويش، ترك إرثا كبيرا بقي حيا بعد وفاة الخالد محمود درويش. إذا شكرا جزيلا لك الدكتور الروائي حسن حميد على هذه الحلقة التعريفية، ربما كانت مختصرة بحياة الشاعر محمود درويش، شكرا لوجودك وأهلا وسهلا فيك. وإن أخطأت لفظ اسمي بخمسة أحرف أفقية التكوين لي، ميم المتيم والميتم والمتمم ما مضى، حاء الحديقة والحبيبة حيرتان وحسرتان، ميم المغامر والمعد المستعد لموته الموعود منفيا مريض اشتهى، واو الوداع الوردة الوسطى ولاء للولادة أينما وجدت وبعد الوالدين، دال الدليل الدرب دمعة دارة درست ودوري يدللني ويدميني، وهذا الاسم لي ولأصدقائي أينما كانوا، ولي جسد المؤقت حاضرا أم غائبا، متران من هذا التراب سيكفيان الآن، لي متر و75 سنتيمترا والباقي لزهر فوضوي اللون يشربني على مهل، ولي ما كان لي أمسي وما سيكون لي غدي البعيد وعودة الروح الشريد، كأن شيئا لم يكن وكأن شيئا لم يكن، جرح طفيف في ذراع الحاضر العبثي، وتاريخ يسخر من ضحاياه ومن أبطاله، يلقي عليهم نظرة ويمر، هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي، أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الرحيل فلست لي، أنا لست لي. مشاهدين تظل الينابيع والغدران الصافية هذه تحية المحبة لكم مني ومن كل كادر العمل، إلى اللقاء.